اليوم تشرفنا بزياره ديال السيد القنصل العام للاقامه ديال المنتخب الوطني واللي جا باش يشجع المنتخب وكذلك باش يخبر المقيمين المغاربه المقيمين باسطنبول من اجل المجيء وتشجيع المنتخب الوطني اللي مشارك في كاس العالم وكذلك جميع عناصر المنتخب الوطني عندهم واحد الحماس كبير وعندهم واحد الشحنه ايجابيه باش يحققوا ان شاء الله نتائج ايجابيه اللي ترضي الشعب المغربي وترضي الرياضه البارالمبيه. فاليوم حضرت معهم في حصه تدريبيه اللي دازت في المستوى المطلوب والحمد لله تنأملوا على اساس انه المنتخب يمشي بعيد في هذا كاس العالم، خصوصا عندنا رياضيين اللي في مستوى عالي، لاعبين مستوى عالي، واللي بالحكمه ديال المدرب والطاقم التقني والطاقم الطبي ان شاء الله باش ان شاء الله تكون مشاركه مشرفه. سعيد القيام بالزياره اليوم للمنتخب الوطني المبتور الاطراف اللي غيشارك ان شاء الله ابتداء من يوم السبت في بطوله العالم لكرة القدم. كانت مناسبه يعني الوقوف عن قرب على الاستعدادات ولا اخر استعدادات اللي يقوم بها المنتخب الوطني. كان عندنا لقاء مع الوفد الاعلامي الاطر الطبيه والاداريه ويعني والطاقم التقني. الحمد لله الاجواء جيده، الكل يعني عازم ومصمم باش يحقق نتيجه ايجابيه ويمثل خير تمثيل المغرب. الحمد لله من جهتنا ما غنبخلوش يعني اعضاء الجاليه افراد الجاليه المقيمه هنا في اسطنبول وفي تركيا على العموم على تقديم الدعم لاعضاء الفريق، وان شاء الله حسب المعلومات اللي عندي وعلى حسب الابتسامات الاوليه على اساس انه الفريق عازم يحقق نتيجه ايجابيه. كتعتبر هذه الحصه ديال اليوم هي اخر حصه استعداديه قبل خوض منافسات كاس العالم. المقابله الاولى غتكون ضد ايرلندا وغادي نناقشوها بكل جديه ان شاء الله، وغادي ناكدوا الانجاز اللي حققناه ان شاء الله في تنزانيا، وكذلك الانجاز اللي حققناه كذلك في بولندا. وكنظن بانه الجامعه الملكيه المغربيه في وضع اعاقه فهي قايمه بالواجب ديالها واتحت لنا جميع الظروف من اجل الاستعداد الجيد. دابا الكره ملقيه على عاتق ديالنا وحنا ان شاء الله غادي نديروا الدور المنوط بنا ان شاء الله. اي فوالا جي كوم فو سافي بور سو كي مكونيش جان امور تري تري فور بور لو ماروك. Je suis installé aussi au Maroc, à Tétouan, à Caponegro. Et voilà, je suis français, je suis supporter de la France et j'espère qu'on ira le plus loin. Mais j'ai aussi un vue sur le Maroc et là, je me suis déplacé personnellement pour aller les voir à l'entraînement aujourd'hui. Parce que voilà, au bout, ça fait un an qu'ils existent. La première Coupe du Monde pour les Marocains et une équipe exceptionnelle avec des qualités intrinsèques propres vraiment phénoménales. Des thématiques lors des séances d'entraînement que j'ai pu un peu voir qui m'ont vraiment plu. Et je pense très sincèrement qu'ils iront très très loin lors de cette compétition. Au moins, en tout cas, comme on dit, Inch'Allah, certainement une demi-finale et pourquoi pas une finale.